نروح لفريق كرة السلة. يمكن منتخب كرة السلة رجال الجمع عندهم تصفيات أفريقيا أو تصفيات المنطقة الخمسة الأفريقية، هتتلعب طبعا يوم 27 و28 نوفمبر اللي جاي. طبعا كان لازم المنتخب يتجمع، طبعا كابتن مرعي هو مدير فني، تم استدعاء 5 لاعبين من عندنا، هم عمرو الجندي، إيهاب أمين، محمد أبو النصر، حاتم البحيري، عمر طارق. طبعا دي صور لكابتن مرعي في تدريب المنتخب. المنتخب هيكون معاه في المجموعة المغرب وأوغندا، وفريق لسه ما تحددش مين. طبعا بنأكد كل التوفيق لفريق كرة السلة، وده طبعا دي التشكيلة: أحمد عادل ويوسف شوشة وهيثم كمال وحاتم بحيري وإيهاب أمين وعمرو الجندي. ده القايمة كاملة طبعا من كل الأندية، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. منتخب السلة الحقيقة الفترة اللي فاتت يمكن بعد شوية عن منصات التتويج، بس الحقيقة إن شاء الله إحنا شايفين إن هم ماشيين في الطريق الصحيح. ربنا يوفقهم إن شاء الله ويقدروا يتسيدوا أفريقيا زي قبل كده إن شاء الله.